بدنا نعرف انه هواية ناس عندها حرفة صيد الاسماك، السنارة او الشبكة اللي هو الشصاب اللي يصيدون به الاسماك، لكن الفيديو اللي راح نشوفه وياكم واللي رصدناه لكم من خلال السوشيال ميديا انه صيد الاسماك عن طريق الصعق الكهربائي. كهرباء؟ بالضبط. يعني اسماك تصاد بالكهرباء. خلينا نشوف وياكم هذا الفيديو وبعدها راح نرجع نحكي. حبيبي ما يصير، انت اخوي تعال اقول لك. انا جاي احكي لك عوف هسه، عوف النتل، عوف السمك، عوف كل شيء. انا جاي انصحك لله، هاي الشغله ما راح تربح من وراها، والله تركض والعشا خباص. اقول لك كان ماكو لا كل شيء. عمي اكو، ليش ماكو؟ بس انتم هاي الشغله شايفينها سهله عليكم. ما يصير عمي، هذا مو عمل. انتم تجون تضربون الكهرباء، ما تخلوا سمكه بالماء، اباده. هذا من جوا هسه شوف صفار، هذا نفسيته من جوا وليغاد. ما بقى بي سمكه براسه خير. ذاك اليوم ما بي مي. قسما بذات الله، اذا شايف لو طاب جوا والله ما ترجع. والله ما ترجع اقول لك. هاي اقول لك اياه. زين. عمي. ايه اصور، راح اشتكي يا ميلة، راح اصور واشتكي. هاي هي قد حكايتك انت غير؟ هاي هي تقول كهرباء وتقول روح صور. انا بروح هنا بروح هنا بروح بالقاع انا بدي. يعني هذا الفيديو اللي شفناه وياكم، الاشخاص اللي يصيدون الاسماك بالصعق الكهربائي، يعني هو تهديد للثروه السمكيه. واللي نشوفه احنا انه هذا الشخص يعني ما عنده اي مخافه من اي جهه انه ممكن يتعاقبه او ممكن يتحاسبه. هنا النقطه الاساسيه انه عدم المخافه من اي جهه تحاسب، لانه فعلا اليوم احنا ما عندنا جهات تحاسب، ماكو جهات توجه، ماكو جهات تعاقب على هذا الموضوع. يعني احنا نتمنى انه الجهات المعنية الخاصة بالثروات السمكية، الموارد المائية، انه يهتمون بهذا الموضوع. يعني صيد الاسماك بالصعق الكهربائي اولا تهديد للثروة السمكية وتلف للاسماك الموجودة بالمياه اللي عندنا. يعني شفنا احنا السمك الاسماك الطفارة هذه الموجودة، يعني هواية احنا نشوفها ونلاحظها، يعني حتى ما موجودة بسبب هذا الصعق الكهربائي اللي قضى به على هذه الاسماك. طيب ما احنا اليوم يعني بما انه عندنا هذه الثروة السمكية، خلي نهتم بها، خلي نسوي استيراد وتصدير بهذه الثروات اللي عندنا. اجي اني بكل سهولة هذه الصاعقات الكهربائية اللي اخليها بالماء على مود الاسماك، والله شنو راح تصيد الاسماك؟ شنو راح تستفاد انت؟ يعني حتى ما راح تحصل على السمك مثل ما نقول انه فريش وطازج مثل ما هو، لا انت لا تقضي عليه وتسبب قتل الاسماك اللي باقيه اللي انت مستحيل تقدر تصيدها. يعني راح تصيد نسبه معينه وباقي الاسماك كلها راح تتلف، كلها راح تؤدي الى تهديد لهذه الثروه السمكيه. هذا الفيديو رساله من عندنا للجهات المعنيه انه تحاسب، واكو رقابه تكون على صائدي الاسماك انه تكون بالطريقه المتعارف عليها، لكن مو بطريقه انه الصعق الكهربائي وتكون تهديد للثروه السمكيه. احنا كل الثروات اللي عندنا اقتصاديا اللي ترفع اقتصاد البلد بدات تنهار وبدات تتلاشى، وبدا عدم الاهتمام بها وعدم اللجوء لها حتى نرفع من اقتصاد بلدنا. فبالتالي الثروه السمكيه اللي شفناها هسه من خلال هذا الفيديو، هذا الشخص الاشخاص ومو واحد طبعا اللي يصعقون المياه بالكهرباء حتى يصيد السمك، هذه طريقة هي مو صحيحة وهي طريقة ضارة لكل الأسماك اللي عندنا. وأرجع أقول أنه تهديد للثروة السمكية. أتمنى الرسالة وصلت والفيديو موجود هو على السوشيال ميديا ومن منبرنا إحنا من قناة رشيد الفضائية. هذه رسالة للجهات المعنية أنه تكون أكو رقابة ومحاسبة للأشخاص اللي يصطادون الأسماك بطريقة الصعق الكهربائي.
يعني نتمنى انه يتسلط الضوء على هذا الموضوع، انه فعلا يتخذون الاجراء الصح بحق هذول الاشخاص او اي شخص يتبع هذه الطريقه. خلونا نروح للموضوع.